التواصل مستمر مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، وانطلاقاتنا مستمره من ارضيه ميدان الشحانيه، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربيه الاصيله. شوط الختام يسير بحفظ من الله تعالى ورعايته، حاملا لنا في طياته هذه الاسماء والشعارات المميزه والكبيره. نسير مع هذه الاسماء والشعارات الرائعه والحاضره في هذا الانطلاق والمساء المميز. مشاهدينا متابعينا الكرام، مباشره مع البدايه مع المركز الاول هجن السيليه، من تقدم لنا عرماس مع البدايه مع المركز الاول مع صداره هذا الشوط، بينما نتابع المركز الثاني وصول وتقدم مع ثاني التحديات في هذا الانطلاق والمسار المميز. شعار الشنجل يتقدم من خلال تواجد هلا محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل مع المركز الثاني، بينما اتابع المركز الثالث شعار خبير المضمرين يتقدم في هذا المسار. يصل الطريبيل بتحدياته المميزه والجميله والرائعه من خلال تواجد شعاره هناك من ميمنه الميدان، ولكن دخول في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام اللي تدخلت في هذا المسار المميز والجميل والرائع الظبي راشد بن سالم بن سعد آل نائبة المري، من يقدم لنا شعاره وتحدياته وبدأت تسير وتخطف الصدارة في هذا المسار المميز والجميل. بينما نتابع المركز الثاني وصول وتقدم من الدوحة حمد بن سالم بن علي بن حمد الأنقح مع ثاني التحديات المركز الثالث، نتابع وناخذ المركز الثالث في هذا المسار. شعار بو ناصر يقدم لنا أيضا انطلاقة هناك هلا محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، ولكن تابع التسلل من ميمنة الميدان وصول من مصيحة جابر بن ناصر بن محمد آل بريد المري، يصل بتحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد شعاره مع ثاني التحديات في هذه اللحظات. نتابع المركز الثالث شعار بن لنقح يقدم لنا الدوحة، والمركز الرابع شعار الشنجل مع انطلاقة هلا، بينما نتابع المركز الخامس وصول من شعار المنخس يقدم لنا تحدياته الرائعة والجميلة من خلال تواجد مزلة محمد بن كردي بن طالب آل منخس المري في هذا الانطلاق والمسار المميز. هكذا هي الأسماء الأولى المتقدمة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل عشاق الأصالة والتراث، محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، ولكن عودة مع البداية، العودة مع المركز الأول مع انطلاقة هناك الظبي، من تتقدم في هذا المسار المميز والجميل بشعار راشد بن سالم بن سعد آل نائبة المري، يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما نتابع المركز الثاني ثاني تحديات الوصول والتقدم من مصيحة جابر بن ناصر بن محمد آل بريد المري مع ثاني التحديات. شعار الطريبيل يقدم لنا أيضا تحدياته المميزة، بينما أتابع المركز الثالث اللي تدخلت في هذا المسار، تابع الوصول والقدوم من سيادة سالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري، يصل شعار بن دوحة بتحديات جميلة ورائعة في هذا المسار والانطلاق الرائع، ولكن تابع شعار الخيارين الذي تدخل في هذا المسار المميز ويقدم لنا مغنى زايد بن سعيد الأجبع الخيارين، يصل أيضا بتحدياته الجميلة والرائعة، وأيضا شعار النعيمي يصل في هذا المسار يتقدم في هذا المسار. شعار سعود بن عبد الله النعيمي يتقدم مع أيضا انطلاقة الطيارة في هذا المسار المميز والجميل مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا المسار والانطلاق الرائع والجميل. يا سلام على هذه الأسماء والشعارات الحاضرة في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع، ولكن القيادة هناك مع الظبي، ظبي الفلا، من تتقدم في هذا المسار المميز؟ راشد بن سالم بن سعد آل نابت، من يتقدم في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع ويقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة ليكون قائدا لهذا المسار المميز والجميل والرائع؟ حافظ على هذا أيضا الموقع أيضا يا راعي الظبي، هناك مع البداية مع المركز الأول، بينما نتابع المركز الثاني تتقدم مع ثاني التحديات في هذا المسار مغنى زايد بن سعيد الأجبع الخيارين، يصل أيضا شعار الخيارين بتحدياته الرائعة والجميلة مع تحديات شعاره مع المركز الثاني. المركز الثالث يصل شعار البرنس شعار بن عقيل يتقدم في هذا المسار، يقدم لنا ايضا انطلاقه ووصول هنا مشاهدينا الكرام، وتابع التقدم من الحرقه محمد بن طالب بن عقيل، من يتقدم مع المركز الثالث في هذا المسار. المركز الرابع
الرابع، نتابع المركز الرابع، وصولنا من سيادة سالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري مع المركز الرابع والمركز الخامس، خامس التحديات، الوصول والتقدم من منزله محمد بن كردي بن طالب آل منخس المري يتقدم في هذا المسار المميز والجميل مع المركز الخامس، هكذا إلى خمسة الأسماء الأولى المتقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار المميز والجميل. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول مع مغنى من تتقدم هذه الأسماء هناك مع البداية وتخطف الصدارة في هذا المسار المميز والجميل بشعار الخيارين زايد بن سعيد الأجبع. الخيارين من يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة مع البداية، بينما نتابع المركز الثاني شعار بن عقيل يقدم لنا الحرقة، ولكن الظبي في هذه اللحظات تتسلل بشعار راشد بن سالم بن سعد آل نابت المري مع المركز الثاني والمركز الثالث شعار بن عقيل مع الحرقة من تتقدم مع ثالث التحديات، بينما المركز الرابع وصول وتقدم من سيادة سالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري مع المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس اللي واصله في هذا المسار تتقدم هنا مزنه محمد بن كردي بن طالب آل منخس المري مع خامس التحديات من تتقدم في هذا المسار الرائع والجميل. ولكن عوده مع البدايه مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل عشاق الاصاله والتراث محبين رياضه سباقات الرجن العربيه الاصيله وعبر النقل الحي والمباشر من قناه الريان الفضائيه التي ترصد ايضا هذه السباقات هنا في أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. البداية والمركز الأول الظبي تستعيد حقوقها المنهوبة في هذا المسار المميز، راشد بن سالم بن سعد آل نابت من يقدم لنا انطلاقة الظبي مع المركز الأول، بينما المركز الثاني مغنى زايد بن سعيد الأجبع. الخيارين أيضا من يقدم لنا مغنى مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث نتابع المركز الثالث وصول من شعار بن عقيل يتقدم في هذا المسار من خلال تواجد الحرقة محمد بن طالب بن عقيل مع المركز الثالث والمركز الرابع، وصول وقدوم في هذا المسار من سيادة سالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري، والمركز الخامس شعار المنخس يتدخل مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل، ولكن أسماء حاضر أيضا خلف الخمسة المراكز الأولى. عطنا لقطة مخرجنا المميز هناك على الأسماء الحاضرة هناك خلف الخمسة المراكز الأولى، وأيضا التحركات في عمق الميدان والأعداد المشاركة في هذا المسار المميز والجميل والرائع. ولكن عودة مع البداية، نعود مع صدارة هذا الشوط. يا سلام، شكرا للمخرج المميز على هذه اللقطات الرائعة من أرضية ميدان التحدي التي ترصد تحركات الأصايل في هذا المسار الرائع والجميل مع شوط الختام. لكن العودة مع البداية، العودة مع ظبي راشد بن سالم بن سعد آل نابت المري، ركز هناك مع البداية مع صدارة هذا الشوط، التركيز مطلوب مع البداية مع صدارة هذا الشوط. يرعى الظبي، ظبي الفلا رمز العطاء من تتقدم هناك مع بداية هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع، بينما يتابع مغنى بشعار الخيارين مع المركز الثاني. نتابع المركز الثالث مشاهدينا الكرام، وصول من الحرقة محمد بن طالب بن عقيل من تتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم في هذا المسار في هذا الانطلاق المميز والجميل، وصول في هذا المسار مشاهدينا الكرام من قبل سيادة سالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري يقدم لنا شعارا مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع التقدم والوصول، وصلت الطيارة سعود بن عبد الله النعيمي، ولكن تابع من ميمنة الميدان دخول ووصولنا من أمواج علي بن مبارك بن حمد آل جهوين المري يصل في هذا الانطلاق المميز، ووصل شعار المنخس يقدم الانطلاقة مزنة محمد بن كردي بن طالب آل منخس المري. ولكن شوف اللي تسللت، شوف اللي أيضا خطفت الصدارة في هذا المسار، مغنى بشعار الخيارين يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة والرائعة. مغنى مغنى مع البداية زايد بن سعيد الأجمع، الخيارين مع البداية، بينما المركز الثاني الظبي مع ثاني التحديات من تتحدث
تقدم في هذا المسار راشد بن سالم بن سعد النابت المري، ولكن الحرقة محمد بن طالب بن عقيل من يصل في هذا المسار المميز والجميل، يقدم لنا الحرقة. وصل شعار بن جهويل يقدم لنا أيضا انطلاقة أمواج علي بن مبارك بن حمد الجهويل المري المركز الرابع. هنا تتقدم الظبي راشد بن سالم بن سعد النابت والمركز الخامس تابع الوصول. وصل اسم جديد شعار ممثل السلطنة الدائم يصل مع انطلاقة أيضا. هناك سمحة حمدان بن غافل بن مشمر اليحافي يصل، ولكن الله يا سلام أجواء الكيلومتر الأخير الكيل الخطير الخيارين. روح مع البداية مع مغنى بن عقيل واصلك مع المركز الثاني يقدم لنا الحرقة. ومن جهويل قادم مع انطلاقة أيضا أمواج علي بن مبارك بن حمد الجهويل. الله الله الله، ولكن البداية مغنى 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 الخيارين. شوط الختام مع الخيارين مع مغنى مغنى، ولكن دير بالك واصل في هذا المسار. هناك أمواج علي بن مبارك بن حمد الجهويل المري يصل من ميمنة الميدان، لكن مغنى مغنى مع البداية مغنى والأمتار الأخيرة الأمتار المجنونة مع مغنى مع شوط الختام. شوط الختام مع مغنى. الله يا سلام، مغنى 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 مع البداية. معك يا الخيارين، معك يا راعي مغنى. هنا من يقدم لنا مغنى زايد بن سعيد الأجمع الخيارين. سلام مغنى سلام، سلام الخيارين سلام على هذا الأداء المميز والجميل ومشكور. وأسعد الله صباحك على هذا الفوز وهذا الانتصار. هنيالك الناموس والانتصار يا راعي مغنى زايد بن سعيد الأجمع الخيارين. تهانينا والناموس والعرض المميز والجميل، مشكور يا راعي مغنى على هذا الأداء المميز. المركز الثاني وصلت أمواج علي بن مبارك بن حمد الجهويل المري. المركز الثالث الحرقة محمد بن طالب بن عقيل. المركز الرابع كان الوصول أيضا من متعبة عبد الله بن علي بن راشد المري. والمركز الخامس وصلت مع المركز الخامس مشاهدينا الكرام سمحة حمدان بغافل بن مشمل اليحافي. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر شعار الخيارين بحضور الكبار مع شوط الختام. وقدم لنا مغنى سلام مغنى على هذا الأداء المميز والجميل، ومشكور يا الخيارين على هذا الأداء الرائع والجميل اللي قدمته مغنى مع شوط الختام. ها هي مغنى باللقطات البطيئة أيضا في ملخص هذا الشوط. تهانينا والناموس لحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة هذا الفوز وهذا الانتصار. توقيتها الزمني مشاهدينا الكرام 12 دقيقة 38 ثانية 18 زمن الثاني. تهانينا والناموس لزايد بن سعيد الأجبع الخيارين من قدم لنا هذا الاسم مع شوط الختام. بينما المركز الثاني وصلت مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام أمواج 12 دقيقة 41 ثانية 71 زمن الثانية. تهانينا والناموس علي بن مبارك بن حمد الجهويل المري المركز الثالث. وصلت الحرقة 12 دقيقة 44 ثانية 43 زمن الثانية. تهانينا والناموس محمد بن طالب بن عقيل. هكذا مشاهدينا الكرام.